كما كتشوفوا الاخوان هذه هي المدرسه فسميتها طارطانغا، واحد السونتر فورماسيون بروفيسيونال سيبيريور. هنايا كيقراو التكوين المهني غرادو سيبيريور. هذه المدرسه هذه كتواجد في ايرانديو، بعيده شي شويه على مدينه بيلباو. هذه المدرسه كذلك يمكن لاي واحد يجي يقرا فيها هنايا، سواء كان مهاجر عنده اوراق الاقامه او ربما يكون حراق ماشي مشكل. السلام عليكم متتبعي قناه فيزا شينغن، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. لقيتوني اليوم امام واحد المدرسه هنايا كاينه في بيلباو وبالضبط وتشركواغا. كما كتشوفوا الناس جيت لهنايا باش نسجل في التكوين المهني في واحد الكرادو سيبيريور جديد. هذا هو لافونتاج اللي كاين في هذا الاقليم الباسك والله العظيم. في بيلباو يمكن لك تقرا، بصراحه الناس كيتعاملوا ما عندهمش تعقيدات، ما عندهمش شي اجراءات. يعني تسجلت انا والصديق ديالي، اخر اجل تسجيل هو يوم 27 ماي 2022. يعني بالنسبة للناس اللي بغات تسجل في التكوين المهني في الكرادو سيبيريور ولا الكرادو ميديو، راه ما بقاش وقت بزاف، راه باقا تقريبا غير واحد اليوم 24، باقا 3 ايام الاربعاء اخر اجل تقريبا. ايوا هذا مكان كما قلت لكم الاخوان، ملي كتسجل هنايا في المدرسه راه كتسجلك في 10 ولا 8 ولا 7 ديال التخصصات على حساب التخصص اللي بغيتي انت. الناس اللي مهتمه وباغا تسجل في التكوين المهني وبالضبط في الكرادو سيبيريور ولا الكرادو ميديو هنايا بهذا السونتر هذا، كنجدد وكنقول بالنسبه للناس اللي مهتمه، ماشي الناس اللي غادي تعيط ليا وغادي تسول وتبقى تعطيني المعلومات وتقول لي اشرح ليا وسول ليا. عندك البكالوريا، لومولوغاسيون ديال البكالوريا واجده، عندك باسابورتي ديالك واجد، كيطلبوا شهاده السكنه، راه كيطلبوا لهم بادرونامينتو. ولكن كاينين شي طرق كيفاش انك الا كان عندك شي واحد هنا في اسبانيا يقدر يسجلك على حساب هو كيفاش يسلك راسو معاهم. اما هما راه كيطلبوا شهاده ديال السكنه. المهم الاخوان الناس اللي مهتمه، ملي كنقول لك مهتمه يعني الا باغي تقرا الكرادو سيبيريور هنايا ومهتم يمكن لك تواصل معايا وانا نسجلك. وهذا الشيء راه بطبيعه الحال ماشي مجاني باش نكون معك صريح، لان غادي نمشي وغادي نجري وغادي تحرف لي في البادرونامينتو وغادي نسلكها بالطريقه ديالي وراكم عارفين. المهم هذا الفيديو ما غاديش نطولوا عليكم، ما غاديش نكثر عليكم الهضره بزاف. الناس اللي مهتمه باغا تقرا كرادو سيبيريور باقا ليها 3 ايام، فما عليها الا تواصل معايا. غادي نخلي لكم النيميرو التليفون بلا ما يسولني شي واحد يقول لي شنو كيطلبوا ولا واشنو هذا ولا شنو هذا. راه قلت لكم لومولوغاسيون لا باسبور لا بادرونامينتو، البادرونا كاين ليها الحل. المهم الاخوان هاد النمره غادي نخليها لكم في الفيديو، اللي كيهمو الامر غادي يتواصل معايا، واللي ما كيهموش الامر خاص يبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالو باش يستافدوا وباش تهم المعلومه جميع الاصدقاء. كان معكم عبد الرحيم من مدينه بيلباو وبالضبط من اوتشركواغا. المهم الاخوان اعانكم الله والى اللقاء. انا بعدا لي يكون في علمكم انا راه تسجلت في هذا المركز هذا في هذا السونتر باش الانسان يعرف يقول لك علاش انت ما تسجلتيش فيه. تسجلت في هالبلاد وتسجلت في دي سونتر اخرين. المهم اديوس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كل متتبعي قناه فيزا شينغن الاوفياء. معكم عبد الرحيم من مدينه بيلباو الاسبانيه. الموضوع ديال اليوم غنتكلم لكم فيه على التكوين المهني. الناس كامله كانت كتسنى امتى يتفتح تاريخ ديال الكرادو سيبيريور هنايا باسبانيا، وتقريبا جميع لي كومونيدات جميع الجهات يمكن تقريبا كاملين تفتح فيهم، بدا فيهم التسجيل
وهنا باقليم الباسك بايس باسكو فيتوريا بيلباو سان سيباستيان التسجيل بدا نهار 6 ماي وغادي ينتهي نهار الاربعاء 27 ماي تقريبا مازال له واحد اليومين. لقيتوني امام واحد المدرسه اللي تسجلت فيها انا كذلك هنايا الكرادو سيبيريور. هذه المدرسه هي مورايا غادي ناخذ لها دي فوتو الاخوان كما كتشوفوا ورايا. هذه المدرسه اللي مورايا اسميتها تارتانغا واحد سونتر دو فورماسيون بروفيسيونال سيبيريور. يمكن لاي واحد يمكن هنا يجي يتسجل في التكوين المهني ولا الكرادو سيبيريور. كاين اللي غايقول لي انا حراق، انا ديجا هضرت في لي فيديو فلاشين ديالي تكون حراق ولا ما حراقش. هاد الناس هادو ما كيفرقوش بين الحراق ولا ماشي حراق، كيفرقوا واش انت باغي تقرا ولا لا. يعني الاخوان اي واحد كيسكن مثلا هنايا في بيلباو وبغى يجي يقرا مثلا هنايا، كاينين شعب متخصصين، كاينين شعب متعدده مختلفه خصوصا داكشي ديال الالكتروميكانيك لادمينستراسيون فينونسيي تما لانتيغراسيون سوسيال لا مانتونونس كاينه هنايا. كاينين بزاف ديال المعاهد هنا في بيلباو تقريبا 27 مدرسه في بيلباو وفي الضواحي ديال مدينه بيلباو. ملي كنقول الضواحي يعني لي بويبلو، لي بويبلو بحالهم بحال بيلباو حتى هما. كاين اللي غيسولني غيقول لي شنو كيشرطوا شنو كيطلبوا. اي واحد باغي يقرا الكرادو سيبيريور هنايا في بيلباو، انا نهضر على بيلباو لان القوانين في اسبانيا راهم مختلفين. علاش؟ لان نقدر نقول انا لكم شي معلومات غيجي شي واحد ثاني يقول لك لا راه فالونسيا كيقولوا هكا، لا راه مدريد كيقولوا هكا. عندكم الحق، كل جهه عندها قانون ديالها. بيلباو ولا البيس باسكو عنده واحد القانون ديالو خاص به. هنايا المهاجرين كيتسجلوا عادي، باسبور ديالك يكون عندك الباسبور ديالك ويكون عندك البولانطي. شنو هو البولانطي؟ هو ملي كدير لومولوغاسيون ديال البكالوريا قبل ما كتوصل بالبكالوريا ديالك كتوصل بواحد البولانطي. داك البولانطي كافي انك تسجل به في انتظار انك توصل بشهاده البكالوريا ديالك الاسبانيه. ويمكن لك مثلا تسجل بالبولانطي فوتوكوبي ديال الباسبور. وهنايا في الباسك بحكم ان انتما كتعرفوا ان احنا العرب فين ما مشينا كنرونوها ولو كيطلبوا شهاده السكنه كيقول لك خاصك تجيب لنا الامبادرونامينتو. هنايا كيلقاو الدراري صعوبات، الدراري تواصلت معاهم هنايا في بيلباو لقاو صعوبات، طلبوا ليهم بعض المعاهد طلبوا ليهم شهاده ديال السكنه وما لقاوهاش. وحتى الناس اللي كاينين مثلا في المغرب غيطلب لك شهاده السكنه. كيفاش انت في المغرب وكيطلب لك شهاده السكنه هنايا؟ علاش؟ هما ولاو كاينين شي مجموعه ديال الناس كيديروا شي تصرفات، وهاد الناس ذكيين الحمد لله كيعيقوا بهم وكيبقاو يحطوا لهم هاد الحواجز هنايا. المهم الاخوان كان هذا فيديو توضيحي بالنسبه للناس اللي باغا تقرا التكوين المهني في اسبانيا. اخر اجال في لا كومونيداد ديال بيس باسكو هو نهار 27 ماي نهار الاربعاء. نهار الاربعاء هو اخر اجال ديال التسجيل، يعني باقي يومين. هاد الفيديو هذا درتو باش الناس اللي مهتمه والناس اللي كتسنى، لان راه ماشي كلشي غيعرف التاريخ ديال امتى تفتحوا امتى يسدوا. خاصك تكون كتفيريفي يوميا 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 يوميا, 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 يوميا. كتدخل الموقع عاد كتعرف واش تفتح التسجيل ولا ما تفتحش. القناه ديالي كما وعدتكم دائما خاصني نبارطاجي معكم الجديد. وانا كنعرف ان مجموعه ديال الناس طلعوا لاسبانيا وحرقوا لاسبانيا غير باش يقراو. عندك البكالوريا ديالك يا اخي ما تضيعش راسك هنايا في الغربه، عندك البكالوريا عندك الاجازه عندك الماستر ما تضيعش راسك هنايا في اوروبا هكاك. على الاقل سير تقرا، على الاقل دير واحد التكوين، دير واحد الدبلوم ديال عامين. اسبانيا كتقول لك 3 سنين وغنعطيك 3 سنين القانون على الاوراق. ضرب واحد العامين في واحد الكرادو سيبيريور، من بعد بالكرادو سيبيريور ديالك يمكن لك تسجل في الجامعه، ومن الجامعه يمكن لك تسجل في الماستر، وانت ما خسر والو ياك انت باغي غتقرا. انا هذا الفيديو هذا خصيصا للناس اللي كتسول على الدراسه، وانا كنعرف ان ماشي كلشي مهتم بالدراسه، ماشي كلشي كيتفرج في لي فيديو اللي كيهضروا على الدراسه.
كاين اللي كيعجبو غير تهضر له على كيفاش يحرقوا الناس، كيفاش دايره اوروبا. لا، قناه فيزا شينغن قناه متنوعه، واحد 90% ديالها كتهضر على الفيزا والتاشيره وهذا 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 وهذا، ولكن واحد 10% خاصنا نبارطاجيو معكم واحد التجارب شخصيه هنا في اسبانيا، شنو الامتيازات شنو لي زافونتاج، وخصوصا اللي كتعلق بالسكن والكرا والدراسه. الناس اللي غادي تجي تقرا هنايا في بيلباو ولا في النواحي ديالها، خصوصا هنايا في بيس باسكو ولا في لوسكادي، كاينين منح، كاينه منحه انت كمهاجر، غادي نبسط ونبقى نعاود. انت كمهاجر، انت كواحد السيد حراق جيت لاسبانيا باغي تقرا الكرادو سيبيريور، من حقك تقرا الكرادو سيبيريور، من حقك. خاص غير تكون عندك الباسبور ديالك وتكون عندك المعادله ديال البكالوريا. كاين اللي غايقول لي شنو هي المعادله، هذا ثاني راه موضوع اخر. المعادله راه واحد البروسيدور كديرو بلا بوستيل بلومولوغاسيون باش كتحصل على ليكيفالون ديال البكالوريا ديالك ديال المغرب، لان هادو ما كيعترفوش بالدبلومات الاجنبيه. المهم الاخوان، هنايا كاينه حتى المنحه، المنحه كاينه هنايا في المناطق ديال بيلباو، يمكن لك تقرا الكرادو سيبيري. وكاينين المنح، كتطلب المنحه وكتاخذها. الفيديو جا طويل ولكن مهم جدا بالنسبه للناس اللي كتفكر انها تجي تقرا. كان كيهمك الموضوع راه الفيديو ديالك، ما كانش كيهمك الموضوع يمكن لك تبارطاجي الفيديو ديالك مع الاصدقاء باش تعم الفائده، لان ملي غادي يحبسوا التسجيل خاصك تسنى حتى العام الجاي، وباش تسنى حتى 2023 في شهر 5 شويه طويله وبزاف وصعيبه. الناس اللي مهتمين، انا اليوم تسجلت في هذا السونتر هذا ديال طرطانقه هنايا، وتسجلت في واحد السونتر اخر كاين في اوتشركواغا، وتسجلوا معايا شي دراري باش نكون معكم صريح. هما ما كاينينش هنايا، ولكن درنا المستحيل حتى سجلناهم واخا طلبوا لينا شهاده السكنه. المهم بقينا كنديروا المراوغات، نتوما عارفين المغاربه، بقينا كنراوغوا من هنايا ومن هنايا طق طق حتى سجلناهم. ونبينا عليه السلام كنتمنوا انهم يعيطوا ليهم مثلا في شهر 9 ويبداو الموسم الدراسي ديالهم. وهذا مكان اللي مهتم بالتسجيل، بقات له يومين 3 ايام. اللي بغى يتسجل هنايا مثلا في بيلباو في التكوين المهني الكرادو سيبيريور، النمره ديالي راكم كتعرفوها، يمكن لكم تواصلوا معايا وتصيفطوا لي البولانطي ديالكم، فوتوكوبي ديال الباسبور ديالكم. كنتو هنايا في اسبانيا في شي مدينه في اسبانيا، يمكن لك تصيفط لي البادرونه ديالك، وإلا ما كانش عندك الا كنتي في المغرب يمكن لك تصيفط لي غير البولانطي وتصيفط لي الباسبور ديالك. شهادة السكنة غادي نشوفو كيفاش نديرو ليها. اللي مهتم يدخل عندي النيميرو غادي نخلي لكم هنايا على الواتساب. كنقول اللي مهتم، ماشي اللي غيبقى يسولني شنا هي المعادلة وشنا هو لابوستيل وشنا هي أرخص مدرسة وشنو كتقرا وشنو كدير، دوك الديطاي غير غنضيعهم فيهم الوقت وما غاديش نجاوبك. باش نكون معاك صريح، كان معكم عبد الرحيم من بيلباو، أعانكم الله، إلى اللقاء.